Nosotros no vamos a volver a tener una vida, si me permiten, normal en el sentido de exactamente como la teníamos antes hasta que no haya un tratamiento o una vacuna. Por eso yo seguiré hablando de nueva normalidad. Y solo hablaré de volver a la normalidad cuando tengamos o un tratamiento o una vacuna. Y yo no tengo datos en este momento para asegurarles cuándo va a ocurrir esto. Les puedo decir que hay, la comunidad científica internacional está trabajando contrarreloj para descubrir una nueva normalidad, para descubrir un tratamiento y para descubrir una vacuna. Les puedo decir que por los comentarios, por las informaciones que nos llegan, pues el primer semestre del año que viene parece que podría haber una vacuna disponible. Hay también informaciones, hemos conocido informaciones recientes de que puede haber algún tratamiento que se demuestre eficaz. Pero por el momento no hay nada de esto. Y por tanto, el ministro de Sanidad seguirá diciendo a la ciudadanía española que tenemos que ir a una nueva normalidad. Es decir, que no solo en el plan de transición, sino que después de completadas las fases, no podremos relacionarnos como nos relacionábamos antes. Habrá que tomar medidas de precaución en materia de distancia interpersonal, en materia de lavado de manos, en materia de higiene de espacios públicos y privados, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento. Hay que decirle a la ciudadanía que hasta que no tengamos o vacuna o tratamiento, y todavía no lo tenemos, hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado. إخواني وأخواتي السلام الله عليكم، تحية لكم جميعا أينما كنتم. كنتمنى يا ربي تكونوا بأتم الصحة والعافية كما وعدناكم. نتمنى يا ربي تكونوا دوستوا هذا النهار توا بخير وعلى خير، سابع يوم في رمضان الكريم. كنتمنى يا ربي يتجاوز علينا إن شاء الله، ونتمنى يا ربي يهز علينا هذا الوباء هذا في أقرب وقت ممكن. المهم بدون إطالة، الموضوع ديالنا إخواني وأخواتي عنده علاقة بهذه الإجراءات الجديدة اللي دارت هذه الحكومة، يعني ابتداء من نهار جوج إن شاء الله في الشهر الماجي، باش غادي يبداو يخرجوا الناس يتمشاو، وكذلك يعني الناس غادي يخرجوا يديروا الرياضه ولا سبور ولا يعني الديبورتي كما كيسميوه هنايا الفرضي. كذلك الناس اللي غادي يبداو يخرجوا عندهم كبار في السن، الناس اللي عندهم شي اعاقه خصهم اللي يقودهم، ولا اللي كبار في السن خصهم اللي يقودهم الى اخره. هذا الشيء كله غادي يخصوا ليه ولا داروا واحد الوقت زمني معين، يعني سوايع الدراري يعني غادي يخرجوا. كنعرفوا انهم كانوا بداو يخرجوا مالين 14 من 14 سنه ولتحت يعني، ولكن زادوا لهم واحد التوقيت، ما بقاوش غادي يخرجوا في اي وقت. هذا الشيء هو اللي غادي نطرقوا ليه. وكما قلت يعني الناس الكبار غادي يكون عندهم توقيت، الناس اللي غادي يخرجوا يتمشاو ولا الناس اللي غادي يخرجوا يديروا سبور يكون عندهم توقيت الى اخره. يعني بمعنى ان غادي يكون واحد النظام. ولكن قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع هذا، بغيت غير نشرح لكم بعض النقاط اللي تكلم عليها يعني الوزير ديال الصحه في هذا المقطع اللي شفتوا دابا. هو كيتكلم على ان اسبانيا ما غاداش ترجع للحياه الطبيعيه ديالها، بمعنى اننا غادي نرجعوا ولا غادي ندخلوا ولا غادي ندوزوا لواحد المرحله جديده علينا باش نتعايشوا مع هذا الوباء بهذا المصطلح هذا. علاش؟ لان كما كنقول بزاف ديال الفيديوهات، يعني ما كاينش لقاح حاليا، ما كاينش تراتامينتو، يعني ما كاينش يعني تريتمون كما كيقولوا بالفرنسيه ولا عندنا بالمغرب. يعني حاليا اسبانيا ما غاداش ترجع الحياه ديالها الطبيعيه، واخا ندوزو كاع هاد المراحل كما سمعتوا قالها الوزير ديال الصحه، واخا ندوزو كاع هاد المراحل الاربعه اللي دارت الحكومه يعني كمرحله انتقاليه باش ترجع يعني اسبانيا للوضع ديالها الطبيعي، ولكن الا ما غاديش نرجعوا للوضع الطبيعي كما كنا عليه من قبل، لا ابدا. مادام ما كاينش لقاح، مادام ما كاينش يعني الا بغينا نقولوا تريتمون ولا لقاح ولا باكونه، يعني الا بغينا نقولوا ما كاينش ان اسبانيا غادي ترجع للوضع ديالها الطبيعي، غادي نرجعوا لواحد الحياه طبيعيه اخرى جديده علينا، باننا خصنا نتعايشوا مع الوباء، يعني النظافه، القضيه ديال المسافه بيننا وبين الناس ما عرفناش. المهم هذا الشيء اللي قال هذا السيد هذا، كنتمنى تكونوا سمعتوا داك الشيء اللي قال. الناس اللي كتفهموا الاسبانيه راه فهمتوا شنو اللي قال، هذا هو اللي كاين. يعني قال خصنا هذا الميساج نعطيوه للمواطنين، نعطيهم داك الشيء اللي كاين، خصنا نقولوا لهم الصراحه. يعني ما كاينش ان خبر صار ولا غادي اسبانيا تدوز هاد 4 سيمانات ولا هاد 4 مراحل وغادي نرجعوا كما العاده، عنقنين عنقك ونتباوسوا، سير عند عمك سير عند خالك هذا وتجمعوا. لا، هنا غادي يكون واحد المراحل ولا غادي تكون واحد التعليمات اللي هي جديده، توصيات اللي غادي تكون جديده، اللي غادي يبداو الناس ولا المواطنين هنا في اسبانيا بصفه عامه غادي يبداو يتمشاو عليها، اللي باقا جديده علينا. علاش؟ لان ما غاديش نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه.
هادشي كامل اللي ذكرته ولا هادشي اللي قال كامل اللي قال الوزير، مادام ما كاينش لقاح حاليا هذا هي الحياة اللي غادي ترجع لها إسبانيا، واخا ندوزو هاد المراحل الأربعة كاملة اللي دارت الحكومة كمرحلة انتقالية. هذا هو اللي كاين. تكلم ليهم كما سمعتوا على الباكونة ولا على اللقاح، قال بأنه كيقولوا على حساب المعلومات اللي عنده هو غادي تكون شي حاجة في 6 شهور الأولى ديال 2021، ولكن قال لهم حاليا ما كاين حتى شي حاجة من هادشي، فقط هضرة وكلام. هذا هو اللي كاين. بدون إطالة باش ما نطولش عليكم بزاف الفيديو، غادي ندوزو دابا ندوزو نهضروا على الناس تحت أي ظروف غادي يبداو يخرجوا، لا الناس اللي غادي يبداو يتمشاو ولا كذلك الناس اللي غادي يديروا سبور ولا ديبورتي ولا هذاك يعني الأنشطة البدنية. الناس اللي غادي يخرجوا يتمشاو خاصو يخرج جوج ديال الناس من دار واحدة، يكونوا يسكنوا في نفس الدار، الراجل والمرأة ديالو، المرأة والراجل ديالها، المرأة والولد ديالها ولا الولد ويعني الأب ديالو إلى آخره. المهم خاصهم يخرجوا بالجوج، ما يخرجوش أكثر من جوج من نفس الدار. هذا هو اللي كاين. والناس اللي غادي يخرجوا يديروا سبور غتخرج تجري، غتخرج دير بيكالا، الناس اللي قريبة من البلايا كذلك يقدروا يديروا يمشيو يديروا السورف إلى آخره. هاد الناس هما خاصهم يديروه فردي، يعني الرياضه الفرديه، ما يمكنش تمشي انت واحد تجريو ولا ديروا جوج بيكالات تمشيو بهم، ولا تمشي مثلا للبلايا الناس اللي حداهم البلايا عند الباب ديال الدار يخرجوا مثلا السور في جوج ولا ثلاثه ديال الناس، لا ممنوع الرياضه الفرديه. نتكلم على موالي الرياضه، موالي الرياضه ما عندهمش توقيت، يقدر يخرج ساعه ساعه ونص ساعتين 3 سوايع 4 سعير ما كاينش مشكل، فقط انه ما خصوش يخرج من المحيط ديالو. كنتي في الفلاش ما خصكش تخرج من الفلاش ديالك، كتسكن في مدينه كبيره السيكتور ديالك الحي ديالو ما خصكش تخرج منه. بالنسبه للناس اللي خرجوا يتمشاو، هاد الناس هادو عندهم ساعه في النهار وعندهم اون كيلومتر ولا واحد الكيلومتر باش تبعد من المنزل ديالك. انا غير باش نلخص لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، كنتمنى نكون غادي معكم مزيان، عطيتكم التفاصيل ديال مول ديبورتي شحال عدو ديال الوقت يخرج، شحال عنده يبعد من الدار، عطيتكم المشي مولي المشي شحال عندهم ديال الوقت في النهار وشحال خاصو يعني يبعد من الدار. غادي نقول لكم دابا السويع لهاد الفئات بجوج، السويع في النهار اش من ساعه قدروا يخرجوا فيها، لان الحكومه كما قلت يعني داروا توقيت ديال كل فئه. هاد الناس هادو اللي تكلمت عليهم بجوج لهاد جوج فئات هادو غادي يقدروا يخرجوا اما من 6 ل 10 ديال الصباح، يقدروا يختاروا ساعه من هاد الفتره هذه، ولا مثلا في العشيه الا ما كانش يناسبكم مثلا السويع ديال الصباح، كاين سوايع ثاني كذلك في العشيه من 8 ديال العشيه ل 11 ديال الليل. يعني الانسان يختار ما بين هذه الفتره ديال الصباح ولا الفتره ديال العشيه على حسب الوقت اللي يناسبه. بالنسبه للناس اللي كبارين في السن من 70 سنه والفوق، ولا الناس اللي كيعتمدوا على شي حد يخرجهم، يعني الناس كبار في السن عنده اعاقه مكفوف يعني كيتمشى في الكروسه الى اخره وخاصه ضروري اللي يقود، هاد الناس هادو هما الناس اللي عندهم 70 سنه والفوق عندهم توقيت ديالهم خاص من 10 ل 12 ديال النهار، يختار واحد الساعه من هذا الوقت هذا، ولا من 7 ل 8 يعني ديال العشيه، يعني من 10 ديال الصباح ل 12 ولا من 7 ل 8 ديال العشيه، يعني كذلك ساعه اون كيلومتر يعني على الفلاش. فقط مولين ديبورتي هما اللي ما عندهمش تحديد ديال الوقت، يقدر يجري ساعه ساعه ونص ساعتين 3 سوايع يعني ماشي مشكل، هادو هما اللي ما عندهمش الوقت فقط وما عندهمش يعني اون كيلومتر، وانما كما قلت ما خصوش يخرج من السيكتور ديالو ولا من الفلاش في حالات الا كان يعني كيسكن في فلاش. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للوليدات، الوليدات الصغار كنعرفوا انهم من 14 سنه ولتحت كانوا كيخرجوا قبل، هاد الوليدات هادو غادي يبقى الحال كما عليه، يعني واحد يقدر يخرج له هذه الوليدات اون كيلومتر ولا كيلومتر واحد وساعه في النهار، ولكن هنا حدوا لهم التوقيت، ما بقاوش يخرجوا يعني في اي لحظه ولا في اي ساعه اللي بغاو، لا خصوا لهم واحد التوقيت فقط هما يقدروا يخرجوا فيه يعني لا غير. يعني غادي يبداو يخرجوا من 12 حتى ل 7 ديال العشيه، الوليدات الصغار خصوا لهم توقيت واحد فقط، ماشي بحال هاد الفئات الاخرى اللي هضرنا عليهم، يعني داروا لهم واحد المده معينه يعني في العشيه ومده معينه كذلك يعني زمنيه معينه في الصباح، يعني يقدر يختار منها الانسان اللي بغى. ولكن بالنسبه لهاد الوليدات يعني ما نخرجوا معاهم، يعني عندهم توقيت واحد اللي هو من 12 حتى ل7 ديال العشيه، وكما العاده كما قلت كيلومتر ساعه يعني اوكي، ويعني يخرج واحد يخرج لهذه الوليدات الى اخره. هذا هو اللي كاين. فقط واحد الحاجه اخرى ونسالي الفيديو، هذا الشيء كامل اللي ذكرت ديال السوايع التوقيت التحديد ديال كل فئه، الفيلاجات ولا اي مونيثيبيو اللي ما فيهش قل ولا ما فيهش اكثر من 5000 ديال السكان ديال النسمه، يعني من 5000 من 5000 يعني ديال 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 السكان ديال النسمه ولتحت، هاد الفيلاجات ولا هاد المونيسيبيوس ولا هاد الـ يعني الـ الاحياء ما كتنطبقش عليهم هاد السوايع هادو،
يعني ما كيدخلوش في هذا النظام بهذا المفهوم، ما كيدخلوش في هذا النظام هذا ابدا. يعني يقدر يخرج الانسان وقت ما بغى، علاش؟ لانه ما كاينش البشر بزاف وما غاديش يكونوا ديك التجمعات. ولكن هذا الشيء اللي قلت، ولا هذا التوقيت، ولا هذا التحديد، ولا هذا النظام اللي هضرت عليه، كينطبق على الفلاجات ولا المدن ولا كما بغينا نسميهم، اللي فيهم العدد ديال السكان اكثر من 5000 ديال الساكنه، اكثر من 5000 يعني ديال الناس. هذا هو اللي كاين. يعني كنتمنى نكون وضحت لكم الامر، ونتمنى نكون شرحت لكم كل حاجه يعني يعني بالتفاصيل ديالها. هذا هو اللي كاين. انا غادي نخلي لكم هذا اللي انا دابا تشوفوه وتراجعوه، راه الامر سهل وبسيط، كاين السوايع يعني والتوقيت وداك الشيء واضح وسهل. هذا هو اللي كاين. المهم اخواني واخواتي، كنتمنى نكون فدتكم يا ربي. تهلاو ليا فرصكم كما العاده، ما تنساوش تشاركوني في التعاليق لتحت يعني الاراء ديالكم. دمتم في امان الله.